امبارح انا كنت سخنان شويه، ودي مقدمه دائما بتبقى قبل الاعتذار، بس مفيش حاجه هعتذر عنها. انا بس كنت سخنان وزعلان عشان كان عندي قضيتين مهمين امبارح. وجهت نداء الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورساله الى السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل. واللي انا هقوله ده مش معناه ان اتاخد بكلام امبارح، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع النهارده مع وزيره الاستثمار السيده سحر نصر والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء حول قانون الاستثمار والقوانين الاخرى الميسره لهذا. قبل ما اروح للي تم في اللقاء، عايز اقول لكم كان في مبادره تانيه طيبه. جالي اتصال في الصباح من السيد رئيس الوزراء، وهذا الاتصال ليس انتصارا لي، فكرة انتصار الإعلامي أو كلمني أو أنا كنت خالص، أنا بشوف أن هذه هي العلاقة الطبيعية ما بين الإعلام والمسؤولين. أنا هدف ودوري طالما لدي معلومات أثق فيها أن أعرضها على السادة المسؤولين. كتير ما بيتجاوبوش. رئيس الوزراء النهاردة قدم نموذج بصراحة أنا خجلت منه. الرجل قال لي أنا مزعلان، الكلام اللي أنت قلته في بعض الحاجات لازم تعرفها، انا مقدم هذا القانون، قانون الاستثمار موجود في البرلمان تحديدا من الورق اللي قدامه في 8 فبراير، اتاخر في مجلس الشعب، كان عندهم قوانين اهم عايزين يقدموها، هو ما قاليش كده، انا اللي بقول لكم مش فاهم قانون بهذه الاهميه. البرلمان بيخلص قضايا حيويه وخطيره وقوانين بتمس وبتضرب في يوم، في يومين جلسة خاصة من اللجنة، يطلع على اللجنة العامة تصويت أغلبية يروحوا واقفين ومخلصين. فإن البرلمان يسيب مثل هذا القانون هذه المدة ده غريب، بس ما علينا، الحمد لله إنه تم، وفي أخبار جيدة كمان. فسيد رئيس مجلس الوزراء قال لي اليوم إن أنا بعتت القانون من 8 فبراير للبرلمان، وإنه دخل العديد من اللجان، وقال لي أبشرك يا سيدي القانون سيصدر خلال ايام، بكره الاجازه الاثنين، ثلاث اربع خميس القانون هيكون بيتصوت عليه، يعني قانون الاستثمار لن يمر هذا الاسبوع الا ويكون بين ايدينا، عندنا قانون الاستثمار ودي حاجه مهمه جدا وتاخرنا فيها، لكن شكرا. الشكر الاهم هي فكره الاهتمام والحرص على التوضيح، احتراما مش ليا، احتراما لحضرتك كمشاهد، احتراما ليك كمواطن. فشكرا للسيد رئيس مجلس الوزراء. قال لي كمان انه هيبحث في امر الشركه وكلف وزير الاسكان بالبحث فيها، الشركه اللي كلمتكم عنها وهكلمكم عنها بعد شويه عشان هي بعت جواب، الجواب بيؤكد كل اللي انا قلته خالص، انا ما قلتش اسمها امبارح، هقول اسمها النهارده بالجواب بقى عشان اللي دافعين فلوس يعملوا حسابهم. فقال لي انه هيكلف السيد وزير الاسكان بدراسه الامر، وقال لي هنبلغك ايه اللي تم في هذا الموضوع. هذا النوع الراقي من التعامل هو ده اللي طالبينه. انا مش طالب حاجه، انا ليس لدي اي خصومه مع احد، ما عنديش مشكله مع رئيس الوزراء، بالعكس انا علاقتي بيه طيبه وبحترمه جدا، عندي اختلافات ونقد هذا حقي، وحقه ان يوضح لي، وما يوضحه لابد ان انا اقوله، واحيي السلوك الراقي في التعامل والمعلومات على لسان رئيس الوزراء ان شاء الله السادة النواب سينتهوا من التصويت، قال اللجان خلصت، سينتهوا من التصويت وإقرار قانون الاستثمار في هذا الأسبوع، ثلاث أربع خميس. طيب قبل ما أروح للشركة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع النهاردة مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطبعا بحضور السيد شريف اسماعيل، السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال ان سحر نصر استعرضت خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من اجل تحفيز الاستثمار، توفير المناخ الجاذب له. قالت ان حزمة الاصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض بتشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومشروع قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، اللي موجودين الاثنين دول قدام البرلمان. ده اللي السيدة سحر نصر عرضته على السيد الرئيس النهارده.
الوزيره اتكلمت عن الاصلاح المؤسسي وقالت احنا بننشئ الان مركز لخدمه المستثمرين بتتضمن منظومه الكترونيه لتاسيس الشركات بما يسمح بانهاء كافه الاجراءات في فتره زمنيه قصيره، وقالت ان سيتم اعتماد اسلوب اللامركزيه في اداره تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات مصر. الكلام ده مهم، جايز مش مهم للعامه، هو مهم للمستثمرين من بره ومن جوه ولرجال الاعمال، لان ده هيصل لهم كتير. في ناس كتير مش قادره تضخ مال، وناس كتير نتيجه للبطء طلعت فلوسها بره وعملت مشروعات في الخارج بعد ما استنزفوا في اجراءات روتينيه هنا. انا ما بقولش ان ده صح او غلط، ممكن اقول لهم استحملوا، بس يستحمل راس المال اولا جبان، ثانيا ما بيحبش الخمول، فرص الاستثمار في مصر واعده جدا. الاجراءات اللي بتتم دي ان شاء الله هتنقلنا جدا، وهنبقى بنسارع في خطوات استثماريه.